ايه؟ يعني انت سهل على نفسك نايم عشان اشيلك. طب انا هنايمك بقى. لا يا بابي، انا عايز اقعد معاكوا شويه. لا مش هتقعد، انا هنايمك. لا ما هتقعد، انا هنايمك. صباح على خير. يا حبيبي مش كنا قعدنا شوية؟ بما انك اتأخرت يعني وجيت على العشاء وفضلنا كلنا قاعدين مستنينك. انا قلت لك يا حبيبتي ماما تعبت ومنا مش هتعرف تتصرف لوحدها، بقالنا جيت واتغدينا واتبسطنا وانت قعدتي مع والدتك واكيد كانت وحشاكي يعني الحمد لله. فاكر الفيلم ده دخلناه في السينما سوا؟ ثانية واحدة يا حبيبتي. يا يحيى انا بعتلك روشتة حلوة ساب. انا مش لاقي العلاج ده خالص، يا ريت تدور لي عليه وتجيبه لي. ماشي شكرا. بقول لك فاكر الفيلم ده دخلنا في السينما سوا؟ فيلم ايه يا حبيبتي؟ هبتة هبتة، ما كفايه الفيلم اللي انا فيه، عايز اطلع انام. انا قدامي 5 ساعات واطلع الشغل. اطلع بسرعه، الحق اللوكنده وانا اقعد اكلم نفسي او اكلم السقف اكلم الحيطه عشان خاطر ربنا. بلاش خناقه النهارده. لا هو مش النهارده بس، بلاش خناقه على طول. قصدك ايه؟ ما قصديش حاجة، اطلع نين. عمري في حياتي ما كنت متأكد من قرار قد ما انا متأكد دلوقتي ان انا عايز اتجوز وعايز اساعدك اللي بالي منه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.